النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بهذا اليوم الأربعاء، والتي توضح حالة الطقس المتوقعة في المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، وكما نعلم هي مصورة ومسجلة من المنزل. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض لأهم محاور الطقس المتوقع أن يؤثر على المملكة خلال الفترة القادمة. توقعات بأن يبدأ الضغط الجوي بالارتفاع خلال ساعات الليلة القادمة ونهار غد الخميس. ماذا يعني ارتفاع في الضغط الجوي؟ ذلك يعني تراجع كبير في سرعة الرياح الغربية التي أثرت على المملكة خلال نهار هذا اليوم الأربعاء. أيضا تراجع فرص الأمطار في شمال ووسط المملكة مع بقائها ضعيفة وموجودة هذه الفرص. نتحدث هنا عن احتمالية لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية بفعل توقع تشكل السحب المنخفضة الارتفاع، كذلك الحال الضباب في مناطق المرتفعات الجبلية بداية ثم مناطق السهول الشرقية مع مرور ساعات الليلة. الأمر الآخر هو ارتفاع قليل الحرارة نهار يوم غد الخميس، لكن مع بقائها دون معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بقليل، لكن هذا الارتفاع القليل في الحارة سيكون واضحا نظرا لتراجع شدة الرياح الغربية نهار الخميس، وبالتالي الإحساس بهذا الارتفاع سيكون كبيرا، سيما أيضا أن الغطاء السحابي سيكون أخف وأقل منه مما أثر على المملكة نهار الأربعاء. أيضا توقعات بالمزيد من الارتفاع في الحارة نهار يوم الجمعة لتسود أجواء ربيعية لطيفة في معظم مناطق المملكة مع رياح خفيفة السرعة. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية الآن باستعراض آخر صور الأقمار الاصطناعية والتي ترصد حركة السحب من حولنا مباشرة لدينا هنا في طقس العرب. نلاحظ معكم من خلال هذه الصور ظهور كميات كبيرة من السحب منخفضة ومتوسط الارتفاع تغطي مناطق واسعة في شمال ووسط وشرق المملكة، أيضا بعض المناطق الجنوبية يتخلل بعض هذه السحب الممطرة، لا سيما في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى حيث هطلت زخات أمطار متفرقة في وسط المملكة وكانت أكثر انتظاما صوب المنطقة الشمالية. ننتقل معكم الآن لاستعراض خرائط توقعات هبات سرعة الرياح خلال الفترة القادمة. نلاحظ معكم نهار هذا اليوم الأربعاء هبت رياح غربية قوية السرعة في عموم مناطق المملكة. بمشيئة الله هذه الرياح ستتراجع بشكل واضح وكبير اعتبارا من ساعات هذه الليلة، اعتبارا من ساعات الليل الأولى وخلال مرور ساعات الليل وأيضا ساعات نهار غد الخميس. تراجع هذه الرياح خلال الليلة القادمة بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة وضعف الغطاء السحابي المنخفض ومتوسط الارتفاع، يؤدي ذلك إلى تشكل السحب منخفضة الارتفاع ذات قاعدة منخفضة على سطح الأرض. كذلك الحال توقعات بتشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية ولاحقا خلال مرور ساعات الليل السهول الشرقية. إذن تراجع الرياح خلال الليلة القادمة قد يؤدي إلى تشكل الضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية. ننتقل معكم الآن لتوقعات درجات الحارة في طبقات الجو المنخفضة خلال الفترة القادمة. توقعات بأن يطرأ ارتفاع تدريجي على الحارة وطفيف اعتبارا من نهار يوم غد الخميس. لاحظوا معي هذه الألوان التي تدل على بدء ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالأربعاء، لكن نلاحظ معكم أن هذا الارتفاع سيكون واضحا وملموسا اعتبارا من يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى، وسيكون الارتفاع أكبر وأوضح نظرا لتوقع اندفاع كتلة هوائية أكثر حرارة وأكثر جفافا من المعتاد نحو المملكة وسائر المنطقة، وذلك يومي السبت والأحد في مقدمة لمنخفض جوي خماسين جديد يؤثر على المملكة يوم الأحد والاثنين القادمين، وبالتالي توقعات بأن يطرأ ارتفاع كبير على الحرارة يومي السبت والأحد تتجاوز حاجز 25 درجة مئوية كعظمى وتقترب من حاجز 30 درجة مئوية
في بعض المدن الأردنية. الحديث هنا عن يومي السبت والأحد. ننتقل معكم الآن لاستعراض الحالة الجوية المتوقعة خلال الليلة القادمة في العاصمة عمان وبقية المدن الأردنية. نلاحظ معكم توقعات الليلة القادمة في العاصمة عمان: استمرارية الأجواء الباردة لكن تراجع واضح في سرعة الرياح الغربية، ذلك سيؤدي بمشيئة الله تعالى إلى تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المناطق الجبلية العالية في المملكة، ولاحقا مع مرور ساعة الليل يحتمل تشكل ذلك الضباب أيضا في مناطق السهول الشرقية، وبالتالي مرتفعات العاصمة عمان أيضا أحيائها الجنوبية والشرقية قد تشهد بعض تشكل لبعض الضباب الخفيف مع ساعات الليلة القادمة المتأخرة، وبالتالي حدوث تدنن متفاوت في مدى الرؤية الأفقية. ننتقل معكم الآن لتوقعات الثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان. نلاحظ معكم يوم غد الخميس ارتفاع قليل على الحارة مقارنة بيوم الأربعاء، حيث سجلت الحارة العظمى الأربعاء أقل من حاجز 15 درجة مئوية في العاصمة عمان والمدن الأردنية، وكانت أقل من ذلك حتى في المناطق الجبلية العالية. نلاحظ معكم ارتفاعا قليلا على الحارة الخميس، لكن هذا الارتفاع سيكون محسوسا نظرا لتوقع تراجع شدة الرياح الغربية التي هبت بقوة على المملكة الأربعاء، كذلك حال ضعف الغطاء السحابي مقارنة بيوم الأربعاء. يوم الجمعة هنالك ارتفاع إضافي الحارة بحيث تكون الأجواء الربيعية لطيفة في عموم مناطق المملكة مع رياح خفيفة اتجاهات يومي الخميس والجمعة، تنشط مع ساعات بعد الظهر تكون معتدلة إلى نشطة السرعة يوم الخميس. يوم السبت هنالك ارتفاع كبير وملموس على الحارة بحيث تقترب من حاجز 25 درجة مئوية وتتجاوز ذلك في بعض المناطق، كذلك حال يستمر هذا الارتفاع يوم الأحد، لكن مع ارتفاع تدريجي في تركيز الغبار في الأجواء نظرا لتوقع نشاط الرياح الشرقية السبت المثيرة الغبار والأتربة، وتوقع نشاط الرياح الجنوبية الغربية يوم الأحد والمحملة بالغبار القادم من الصحراء المصرية. الحديث هنا عن يوم الأحد القادم. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.